بأفعال أمطر بعد ما تعجب أو جئ بأفعل قبل مدرور بيبا وتلو أفعال أنصب أنه كما أو فخل إلينا وأصدق بهما وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح وذكر الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما وصوهما من ذي ثلاث صرف قابل فضل تم غير ذي انتذا وغير ذي وصف الله أشهل وغير سالك سبيل فعل وأشد وأشد أشبهما يخلفهما بعض الشروط عادما ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالباء يجب وبالندور يحكم لغير ما ذكر ولا تقص على الذي منه أذر وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزمى وفصله بغرض أو بحرف جر مستعمل والخذ ياك الساسة رحم الله التعجب قالوا التعجب استعرام فعل فاعل واهل المزية خفي السبب التعجب له صيغ كثيرة أو كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم هذا صيغة واضحة قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا يجلس حيا ولا ميتا تعجب تقول العرب لله دره فارسا قال بعضهم يا جارتا ما أنت جارة أنت عظيمة الشأن محسنة كريمة والله لكن الذي بوب له صيغتان صيغة ما أفعله وأفعل به وإعرابها كما يلي ما أحسن زيد ما مبتدأ بمعنى شيء أحسن فعل الماضي فعل التعجب وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما وهو دليل اسميتها وزيد مفعول به منصوب والجملة محلها رفع خلق أفعل بزيد أكرم بزيد أكرم فعل الماضي فعل تعجب جعل صيغة الأمر الباء حرف جر زائد زيد فاعل مرفوع بضم مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل لحركة حرف الجر الزائد واضح؟ قال رحمه الله بأفعل أنطق بعد ما تعجب وجئ بأفعل قبل مجرور ببا قال رحمه الله وتلو أفعل أنصبنه بعد أفعل ما أكرم زيد كما أوفى خلي إلينا خليل معود بمنصور على نصب الياء وأصدق به باء أصدق فعل الماضي فعل تعجب جعل صيغة الأمر الباء حرف الجر الزائد همان ضمير ضمير مبني في مضارع فاعل قال رحمه الله وحذف ما منه تحجب تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح يجوز أن تحذف المتعجب إذا دل على دليل أما في صيغة أفعل فيشترط أن يتقدم عليه مذكور يماثله كقوله تعالى وتعالى أسمع بهم أسمع بهم فاعل وأبصر أي بهم قالوا كيف حذفتم الفاعل وقد تقرر في علم العربية أنه عند لا يجوز حذفه قال جره بالباء كساه صورة الفضل فجاز حذفه واضح؟ حذف يجوز حذفه مرة بك وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا وحصل واضح؟ وأصدق بها قال أراء أم عمر دمعها قد تحدر بكاء على عمر وما كان أصبر ما كان أصبرها قال علي بن طالب رضي الله عنه جزى الله عنا والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرم ما أعفها وأكرمها حذف المتعجل واضح؟ أنا أقول وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح قال رحمه الله وذكر الفعلين قدما لزما منع التصرف بحكم الحجر الفعلان جامدا الفعلان جامدا قالوا الاسم إذا أشبه حرفا بني والفعل إذا أشبه حرفا جمد كان على العربي أن تضع حرفا لتعجب التعجب معنى حقه أن يوضع له حرفا فلم تضع له حرفا فالفعلان يشبهان حرفا حقه أن يوضع والفعل إذا أشبه حرفا جمد واضح هكذا قالوا والصحيح النقل على العرب وحذف ما وفيك الفعلين قدما لزما منع التصرف لا يأتي منهما مضارع ولا يأتي منهما أمر ولا يتم اسم فاعل ولا اسم مفعول هذا مع الجمل أوه. نعم قديما لا نسمع قديما يعني قديما عبارة قديما النحاة توصلوا إليه فسرها كما تريد قال رحمه الله وصوهما من ذي ثلاث صوهما من ذي أي من فعلين العرب تحذف الموصوف وتعطي صفته تحل الموصوف تحذف الموصوف وتجعل الصيغة مكانه وتحذف المضاف وتجعل المضاف في مكانه وسائر القرية وسوف يأتي إن شاء الله أو لعله جاءك في الإضافة إضافة سبقة وصوهما من ذي أي من فعل لا يصار من الاسم لا تقول ما أحمره تتعجب من الحمار كرمك الله ولا تقول ما أجلفه من الجلف
من ذي ثلاثة لابد يكون الفيل ثلاثيا، لا تعجل من انطلق أو استخرج لا يأكله إلا بطريقة أخرى، مثل صرف لابد يكون متصرفا لا يوصى غالي من نعمة وبئس وعسى وليس أفعال جامدة قابل فضل. المراد بالتعجب أن تستعظيم فعل فاعل، هناك أفعال لا تتفاوت ناتة وفنية لا تتفاوت، ليس هناك شخص أفضل من غيره فيها لا يتعجب منها، واضح؟ قابل فضل تمة لا بد أن يكون فعلا تاما، أي لا يكون من كان وأخواتها، غير ذي انتفاء لا يكون منفيا، لا يقوم زيد بالواجب لا يمكن التعجب منها إلا على طريقة أخرى وسوى ذكرى، واضح؟ وغير ذي وصف يضاهي أشهر لا يكون الوصف منه على وزن أفعل، حمرة لا تقول ما أحمره، خضرة لا تقول ما أخضره، لأن يعني الوصف منه على وزن أفعل، تقول خضرة فهو أخضر، حمرة فهو أحمر، واضح؟ إلا على طريقة أخرى، سوى ذكرى إن شاء الله، أذكرها إن شاء الله. وغير الوصف يضاهي أشهر وغير سالك سبيل فعلا لا يكون مبنيا لمجهول، ضرب اللص لا تقول ما أضرب اللص لا يقال هذا إلا على طريقة أخرى سوى الكرة إن شاء الله. وأشدد أو أشد أو شبهما يخلف ما بعض الشروط عدنا، الفعل الذي لا يتعجب منه تتوصل للتعجب باستخدام فعل آخر مستكمل للشروط، واضح؟ فتقول وتأتي بمصدر الفعل المتعجب منصوب على أنه مفعول، فتقول في خضرة ما أجمل خضرة البستان، جئت بجمولة وجئت بمصدره منصوب على أنه مفعول به، وتستعجل من انطلاقة تقول ما أكثر انطلاق طلابي إلى الخير إن شاء الله والمسلمين إلى الخير، وتقول ما تقول ما أكثر استخراج الماء من البحر اليوم، واضح؟ هذا ما قوله ويأخذون هذا الشرط العدل، ومصدر العدل من بعده ينتصب على أنه مفعول به، وبعد افعل جره بالباجب تقول في استخراجه اكثر باستخراج الماء، اجمل بخضرة البستان، واضح؟ قال نعم العادل الفعل العادل للشروط، الفعل العادل للشروط بعد انتصر، وبعد افعل جره بالباجب، والموضوع في تفصيل اقول وبالله التوفيق في تفصيله، الفعل الجامد لا يتعجب منه، الفعل الذي لا يتفاوت لا يتعجب منه، الفعل الذي لا يتفاوت لا يتعجب منه، الجامد لا يتعجب منه، واضح؟ الفعل المبني للمجهول والمنفي يتعجب منهما بشرط ان يكون مصدرهما مؤولا لا صريحا، تقول يكرم المجد، تقول ما اجمل ان يكرم المصدر المؤول، واضح؟ وتقول لا يقوم زيد بواجبه، تقول ما اقبح ان لا يقوم، جئت بمصدره مؤولا، واضح؟ الوصف الذي يوصف على وزن افعل او مجاوز للثلاثه يؤتى بمصدره صريحا ومؤولا كما تريد، ما اجمل ان يخضر البستان مؤول، وما اجمل خضره البستان صريح، وتقول ما اكثر ان يستخرج الماء مؤول، وما اكثر استخراج الماء صريح، واضح؟ كان واخواتها، اذا قررنا في اللغه العربيه ان لها مصدرا، كان واخواتها لها مصدر او لا، اذا كان لها مصدر فيمكن التعجب منها بالطريقتين، تقول ما اجمل كون زيد جالسا، ما اجمل ان يكون زيد جالسا مصدر مؤول، واضح؟ هذا تفصيلها، لم يذكر المؤلف يضيق النظر عليه. أنا قولي وأشد أو شبهما يخلفهما بعض الشروط عادما ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره وبالنذور يحكم لغير ما يكب صنع. بقي الفعل الرباعي المبدوء بهمزة الخطأ، هل يتعجب منه أو لا؟ قال بعضهم يتعجب منه، تقول ما أكرم زيدا للضيوف، من أكرم ليس من كرم، واضح؟ وتقول في أقفر المكان ما أقفر المكان، وتقول في أي فعل غلام ما أي فعل غلام، قال بعضهم هذا، وقال بعضهم لا يجوز، وقال بعضهم إذا لم تكن الهمزة للتعدية جاهزة، أظلم المكان ليس للتعدية، الذي للتعدية أنزل، لأن الفعل كان نزل، واضح؟ قال بعضهم هذا، قال رحمه الله وبالنذور يحكم لغير ما ذكر، صنع من كلام ما أخسر هذا الكلام، فيها شذوذان، فيها التعجب من فعل خماسي ومبني للمجهول، واضح؟ تقول ما أحساه من عسى فعل جامد، وتقول ما أعطاه للدراهم فعل رباعي من أعطى، واضح؟ قال وبالنذور يحكم لغير ما ذكر، ولا تقص على الذي منه أذل، وفعل هذا الباب لن يقدم معموله لأنه جامد، الفعل جامد في نفسه لا يتصور في نفسه، لا يتصور في معموله،
فلا تقول فيه ما أكرم زيدا، ما زيدا أكرم، واضح؟ أنا قوله وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ليس هذا فقط ووصله به الزمان. لا تقول ما أكرم يوم الجمعة الماضي زيدا، واضح؟ ما أكرم يا علي سعيدا، لا يوصل بينه وبين معموله لأنه بمثابة صلة الموصول، وصلة الموصول لا توصل عنه. أنا قوله وفصله بضرب أو بحرف جر متعلقين بفعل التفضيل جائز. تقول ما أجمل بالرجل صدقا، ما أقبح بالرجل كذبا، واضح؟ فإن كان متعلقا بالمفعول لا يجوز. تقول ما أكرم جالسا عندك، لا يجوز. تقول ما أكرم عندك جالسا، جالسا متعلق عندك متعلقة بجالسا. قال والخلف في ذاك استقر بعضهم منعه كليا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. تقول يكرم الضيف، هذا لا يتعجبون إلا بمصدر مؤول. تقول ما أجمل أن يكرم الضيف، ما أجمل أن يكرم، أن يكرم هو مصدر مؤول، أن يكرم مصدر مؤول، لا يأتي مصدره صريحا، فهمت؟ واضح؟ وكذلك المنفي لا يتعب مصدره إلا مؤولا، تأتي بفعل آخر مستكمل الشروط، وتأتي بمصدر الفعل المتعجب منه مبنيا للمجهول أو منفيا على مؤول. عندك يا مرة أخرى تقول يكرم الضيف، يكرم فعل مبني المجهول. تقول ما أجمل، أتيت بجمولة وأتيت بمصدر قلت أن يكرم، لا يقوم زيد بالواجب. تقول ما أقبح أن لا يقوم، جئت بقبح وجئت بمصدر مؤول.